فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز السفر إلى مسجد في مدينة أخرى لأجل أن أصلي مع إخوة سلفيين في بلدي؟ إذا كان قصدك زيارة إخوتك السلفيين لا مانع، أما تروح للمسجد لا، تروح لإخوانك تزورهم تطلب العلم معهم، إذا كانوا من أهل العلم وثقات معهم، من بعض الناس اليوم اللي المتعالمين والمتشددين الذين، هذا ما يجوز. لا تروح إلا لمن تثق بعقيدته وفي دينه وعلمه لتستفيد منه. نعم.